تعليمات فارغة من تنفيذ رئيس الجمهورية مما لوحظ من ممارسات لتجارية غير بعض الأحيان أخلاقية، وبعض الأحيان تتجاوز حتى يعني المعايير المعمولة. لذا كانت فيه قرارات صارمة من تنفيذ رئيس الجمهورية للحكومة مؤخرا، أنه جزء كبير منها أخذنا قرارات وصادقنا على مراسيم تنفيذية لمرافقة واحترام القدرة الشرائية. تعرفون جيدا أن في الكثير من الأحيان فيه وحدات إنتاجية، فيه مصانع، فيه مواد مستوردة يعني بأسعار قليلة وبسيطة جدا، لكن للأسف المواطن يأكلها بأسعار مضاعفة لعدة مرات. لذا كان التعليمات جت في هذا الإطار، وتم تسقيط هوامش الربح لبعض المواد ومرافقة بعض المواد لتوفيرها.